الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نشكر الله تبارك وتعالى على هذا المقام الطيب. ونحن اليوم في عقد زواج لأحد الإخوة على إحدى البنات المسلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الزواج، وأن يجعله مبرورا، وأن يجعل حياتهم رغدة طيبة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الشباب بالزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج وعلى تكاثر هذه الأمة ليزيد الخير وتنزل البركة بالعفة وبالطهارة وبصيانة الأعراض. فإن شاء الله نحن بصدد العقد، والعقد كما معروف يا أخواننا في الشرع ما عنده صيغة ثابتة، إنما يتعامل فيه بالعرف الموجود. والعقد يتم بالقبول والإيجاب، يعني متى ما طلب وكيل الزوج من ولي الزوجة طلب يد ابنته وقبل، تم العقد. يعني إذا قال له بس أنا طلبت بنتكم، ولي الزوجة قال قبلتها، خلاص العقد تم. وبعدك صيغة العقد بتكون بصيغة يتعارف عليها الناس، والمسألة فيها سعة من الناحية الشرعية. ونحن إن شاء الله نعمل بالصيغة الموجودة عندنا والمتعارف عليها عندنا هنا في بلادنا. طيب، الصداق مقبوض، والصداق ده هو ملك للزوجة، فهو مقبوض الآن. إن شاء الله نبدأ في العقد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قبلت زواج موكلتي أو وليتي خالد عثمان هاشم أحمد إلى موكلك خطاب محمد أبو بكر محمد أحمد على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المتعارف عليه بيننا. وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قبلت زواج وليتك خالد عثمان هاشم أحمد إلى موكلي خطاب محمد بكر محمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المتعارف عليه بيننا. وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم اجعل حياتهما رغدا، وارزقهم الذرية الصالحة، وزوج جميع بنات المسلمين، وحصن شبابنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج ده نعمة كبيرة جدا. ربنا في القرآن قال في سورة الروم، قال: ومن آياته، دي آية من الآيات اللي بتدل على إنه ربنا هو الإله الحق. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. مثلا لو دعا الله فيها شنو؟ في مشكلة؟ بس الله، أكان وقعت الله، أكان قمت الله، أكان المرأة دار تلد يا الله، ها؟ أكان في أي مشكلة قول يا الله. في حاجة تاني؟ والله الموضوع ده في ناس بيعملوا فيه كثرة مشاكل، مما تطراوا يقول لك: أها خلاص جينا ليه نبز الفقراء، نبزوا أبواتنا. يا ناس، أنا نبزت ريز ولا لسه؟ في السجانة في حاجة اسمها دار المايقومة،
دار المايقومة دي محل الأولاد اللوقطة بالدارجية بتاعتنا أولاد الحرام. أمشي شوفهم في السنة الواحدة في الخرطوم برا في 900 طفل في السنة الواحدة. دار كلهم أولاد غير شرعيين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. زواج ما في، الشباب حيعمل شنو يعني؟ فأهم صفة في الزوجة عقيدتها في الله يا أخي، ما تسوي لها شيء ثاني. أكان وقعت كاب يا فلان يا فلان. ليه يا فلان يا أخي؟ شوف الله في القرآن قال شنو؟ الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا إخوان الجاي من الله دي في ذل بيمسكها. الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله. في شنو تاني؟ عشان كده انت عارف المرأة العقيدة في الله بتريحك راحة شديدة خلاص.